وتبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القهد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود عبر سموه فيها عن صادق تهاني بهذه المناسبة الطيبة وتمنيته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقه تحقيق المزيد من التقدم والرفعه والرقي داعيا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبه الجليله على الامتين العربيه والاسلاميه باليمن والخير والبركات